وللتعليق حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي. مرحبا بك معنا أستاذ حسين. ميليشيا الحشد الشبكي تقول بأنهم سوف يبقون معتصمين حتى إلغاء قرار إخراج اللواء 30 من سهل نينوى. كيف ترى هذه التصريحات الواضح فيها التحدي لقرار عبد المهدي؟ يعني أولا لا يحق للقوات الأمنية جميعها سواء حشد أم قوات مسلحة أم قوات وزارة الداخلية لا بالاعتصام ولا بالتظاهر، لأن مهمة هذه القوات هي الحفاظ على الدولة وعلى الديمقراطية، هي تحمي الديمقراطية ولا تمارس الديمقراطية. لا يوجد لقوات أمنية بجميع الدول الديمقراطية أن تمارس التظاهر والاعتصام، هذا واحد. هذا يثبت أنه قرار السيد رئيس الوزراء الذي أصدره بتغيير مواقع اللواء 30، لو لم يكن لهذا اللواء انتهاكات ثابتة وموثقة لدى الحكومة العراقية ما كان أصدرت مثل هذا القرار. وردهم على الحكومة العراقية يثبت عدم انتمائهم إلى القوات المسلحة العراقية وإلى القائد العام للقوات المسلحة في استلامهم وتوجيههم للأوامر التي يستلمونها، بمعنى أنه هذه القوات هي غير مرتبطة ارتباطا عسكريا وإداريا وفنيا مع القائد العام القوات المسلحة، ولا يمكن أن تنفذ أوامره. وهذا خرق كبير. اليوم احنا نتكلم مو نتكلم على مجموعة متظاهرين، ونتكلم على سكان مدنيين ومجتمع مدني وجمعيات خيرية، نتكلم عن قوة مسلحة تتمرد على قرار القائد العام للقوات المسلحة. من أين تستقي ميليشيا الحشد الشبكي هذه القوة أو القوة للرد على قائدها المتمثل برئيس الوزراء عادل عبد المهدي بحكم القانون بهذه القوة والتحدي؟ لا، هي لا تمتلك القوة ولكن تمتلك النفوذ، وهناك من يحميها أيضا داخل البرلمان وداخل الحكومة. ميليشيا الحشد اليوم أي فرع منها، هناك قوة اسمها الحشد الشعب الرئيسية تحمي هذه القوة. لو أرادت أن تنفذ هذا القرار ما كانت تستطيع أن تتأخر ساعات. لو كانت القوات الأمنية قوية ومنضبطة ومهنية تستطيع أن تعاقب هذه القوات جميعا وتعتقلها، لكن احنا أمام فوضى أمنية بسبب غياب المهنية وبسبب غياب المشروع الوطني لدى القوى السياسية وغياب المهنية والاحترافية لدى القوات الأمنية المركزية، جعل من أي قوة سواء كانت صغيرة أم كبيرة تتمرد على قرار القائد العام القوات المسلحة. وهذه سابقة خطيرة جدا، هذه تدعو إلى تفكيك الدولة العراقية رغم تفككها بسبب الفساد وبسبب ما يجري داخل الحكومة العراقية. أعتقد هذه سابقة خطيرة جدا ودعوة، وهي مفتاح لتفكيك الدولة العراقية وتفكيك القوى الأمنية. نعم. أستاذ حسين، يعني القيادي السابق في حزب الدعوة غالب الشبندر قال بأن عبد المهدي يسعى لحجدنة العراق وتكريس سيطرته على مناطق عراقية، كيف ترى هذا التصريح؟ أنا أعتقد السيد عادل عبد المهدي هو أضعف حلقة موجودة بالحكومة العراقية. الحشد أقوى من عادل عبد المهدي، بل أحزاب أقوى من عادل عبد المهدي. عادل عبد المهدي لو كان قويا لاستطاع لكان نفذ قراراته من قبل الحشد ومن قبل جهات أخرى. فأعتقد الحلقة الأضعف في العراق هي حلقة عادل عبد المهدي. ولكن الشابندر لأنه من حزب الدعوة ويمارس دور الدولة العميقة ضد الحكومة العراقية، لأنها خسرت منصب رئاسة الوزراء فتبقى تعمل بهذه الطريقة لإسقاط حكومة عادل عبد المهدي. نعم. الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي كان معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.